إعجاز القرآن لا يمل منه ولا منكم. وواعدنا موسى 40 ليلة. ما هي الحكمة في 40؟ هو طلبها سيدنا موسى؟ هو ما كان 30. الله. هو كان صايم تتسوق فراح رائحة الصوم منه. الله. لما تجلى لا. والكلام ده منصوص عليه احنا انه في سورة الاعراف وعدنا موسى 30 ليلة واتممناها بعشرين. فتم ميقات 40 ليلة. فلما جيت البقرة ذكرها مرة واحدة قال 40 ليلة. لان التفصيل عرف يعني هي عارف. تعتبر لسيدنا موسى كرامة ولا تندم عليها؟ لا كرامة ان هو زوده علشان كان صايم فتسوق. لا سيدنا موسى لما تجلى له الجبل ندم انه هو يعني اريني انظر اليك ولا ما تندم؟ ايوه علشان هو بيقول له اريني انظر اليك. ايه تندم عليها ولا؟ لا ابدا كانت كرامة يعني؟ لان الجبل اذا كان ما طخش الانوار دي صح. الإنسان يضعف فقال له وأنا أول المؤمنين أنه لا يراك جبل إلا فدهنه ولا بشر إلا صواعق. وما في نبي غير سيدنا موسى طلب أرنا؟ لا سبحان الله. وأتيها الرسول بدون سؤال. الله. في الإسراء والمعراج؟ إيه شنو شاف؟ هنا بدا هنا خلاف بين الصحابة. ابن عباس قال رأى ربه بعين رأسه وقالت أم المؤمنين لم يره لأن الله لا يدرك. فالمسألة في الإدراك عن الإحاطة صح. إنما لأن أنت لما بتبص للمرئي تحيط به من جميع جوانبه صح. والله لا يحاط به لأنه محيط جل في علاه. تصبحون على خير وللحديث بقية. ياكم الله مدد يا أسيادي الصوفية.